السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هناخد مثال على الحركة في برنامج استراتشي. طيب أنا عايزه يبدأ مثلا لما حد يضغط على ايفنت معين اللي هو التشغيل دوت، فبقول له لما حد يدوس على العلامة دي. طيب يبدأ يعمل ايه بقى؟ عايزينه مثلا يبدأ ان هو يروح لنقطة معينة، فهقول له روح للإكس بزيرو والواي بزيرو. خلينا نجرب. طيب لو خلناها 100 و100 مثلا، أو خلي 10 و10، وضغطت هنا هتلاقي راح اتنقل شوية. طيب أنا عايز حاجة يكررها كتير، فهقول له فور إيفر، يعني طول ما ادكش أمر تاني ابدأ اشتغل على الأمر دوت. فور إيفر روح اتحرك، عايز له مثلا اتحرك 10 خطوات. طب خلينا كده نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. خرج وايه؟ لا احنا عايزينه ايه، احنا يجي هنا كده، عايزينه اول ما يوصل للاخر كده يعمل حاجة معينة. وخلاها هنا 5 خطوات، عايزين نقول له لو انت رحت لحد الايدج يعمل روتيشن. طيب ونخليه يستنى انا ايه ثواني كده نفهم ايه اللي بيحصل. ويت بوينت. طيب تعالى نجرب بقى كده، هنستنى لحد ما يوصل للحافة ونشوف هيتصرف ازاي، هيكمل واختفي ولا يعمل ايه. اول ما الشنب بتاعه لمس الحافة غير الاتجاه بتاعه ورجع، الروتيشن ستايل بتاعه اتقلب وتعمل له قلب للحاجة بالشكل دوت.